ما والعياذ بالله انا من فضيلاتك. لا خلاص ما انت اللي قدامي يا ابني اعمل لك امرك يا الله. انت رجل قاسي خلاص نعم وانت رقيق الحال ما شاء الله بك لا قوه الا بالله. انا ابتغي في معاملتك وجه الله عز وجل. فلذلك انا انظر الى ايه؟ الى باب الجنه وانظر الى الحوض فلا اراك، لا اراك ولا ارى قسوتك. لكن لا اركز على قسوتك، حجزت عن نفسي ايه؟ الحوض وحجزت الجنه ونظر الى قسوتك. خلينا طول حياتي نظر الى قسوتك ومش تعمل خير، وهذا مدخل من مداخل الشيطان او تلبيس ابليس عليه. وده ما يستحق، لا يستاهل، لا يستحق، لا تنحل له. المظالم الا المظالم، ولا بد يوما ان ترد المظالم. الا المظالم، الا دي ما شوف يمين يسار لا مظالم لا الا المظالم. يعني فضلتك وتتحدث يعني شريطه ان يكون الذنب بينه وبين الله ليس بينه وبين احد من العباد. واحد غرائزه غلبته وبعدين سكر، شرب مسكر، اخذ مخدر من المخدرات، تعاطى مدخن، وبعدين حاول ان يتوب، غلبته شهواته ونزواته، والانسان ضعيف بطبيعته، وبعدين مات. كرم الله عز وجل ان يعفو عنه، لان هناك حسنات ربما غير. انت ماذا كنت تصنع؟ قال ما كنت الا انني كنت رجل موسر. كنت رجلا كنت رجلا موسرا غني. تمام غني، كنت رجلا موسرا فكنت انظر المعسر حتى يرد. السلام. قال انت تنظر المعسر، خذوا بيده الى صفوف اهل الجنه. يلا يلا سبحان الله. والانسان سبحان الله العظيم اللي تعود على 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 المعروف في الدنيا يبقى صاحب معروف في الاخره. تخيل في الاخره هذا فضل يعرف في الاخره. طبعا ان اصحاب المعروف في الدنيا هم اصحاب